السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، اتكلمنا في فيديو سابق عن تحديث البايوس لأجهزة لينوفو، وبناء على طلب العديد من الأصدقاء من خلال التعليقات على الفيديو السابق، لو انت لسه ما شفتوش هتلاقيه في الآي اللي هتظهر فوق دي، فتقدر تشوف الفيديو لو انت مش عارف تحدث البايوس بالنسبة لاجهزة لينوفو. طلبوا مني ان انا اتكلم عن اجهزة الـ HP وازاي نحدث البايوس وازاي نعرف اصدار البايوس اللي موجود في اجهزة HP. بكل بساطة اصدقاء، الموضوع بسيط جدا، وزي الفيديو السابق اول حاجة هنعرف مع بعض عن طريق فيديو قصير توضيحي تعرف من خلاله ازاي تدخل على البايوس وتعرف المعلومات بتاعت البايوس. فالفيديو هيظهر لك دلوقتي على طول عشان تعرف ازاي تدخل على الجهاز بتاعك وازاي تعرف اصدار البايوس اللي عندك انت تدخل على البايوس بالنسبة لأجهزة HP. المفروض دلوقتي انك انت تكون عارف اصدار البايوس اللي موجود في الجهاز بتاعك في الوقت الحالي اللي انت شغال عليه، وكمان انك انت تكون عارف الموديل بتاع اللابتوب بتاعك. اكيد حضرتك عارف الموديل بتاع الجهاز بتاعك. طيب دلوقتي هنبدأ ندخل على الموقع الرسمي الخاص بـ HP عشان نبدأ نشوف اصدار البايوس، هل في اصدار احدث ولا احنا بالفعل شغالين على اصدار البايوس الحديث. فبكل بساطة صديقي، كل اللي عليك انك انت هتدخل على الرابط اللي انا هسيبه لك برضو موجود اسفل الفيديو في الوصف عشان تبدأ تدخل على موقع HP الرسمي عشان تبدأ تحمل من داخل الموقع ده او تبحث داخل الموقع ده على اصدار البايوس. فكل اللي عليك انك هتتابع معايا الخطوات، متبخلش علينا طبعا بلايك جميل واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو في اي حد من اصدقائك محتاج انه يحدث البايوس ابعت له الفيديو ده في رسالة. زي ما شفنا اصدقائي، ده الموقع الرسمي HP، واللي انا هسيب لك الرابط على نفس الواجهة تقريبا، تمام؟ فانت كل اللي عليك طبعا لما تدخل على الموقع بتيجي هنا بتلاقي في حاجة اسمها البرامج والتعريفات، يعني هي دي اللي بيكون فيها التعريفات بتاعت البايوس او الدعم بتاع اللابتوب بتاعك. نقط هنا على البرامج والتعريفات، بعد كده طبعا هيظهر لك هنا بيقول لك انت الدعم بتاعك محتاجه في ايه؟ هل عندك برينتر طبعة ولا عندك كمبيوتر محمول لابتوب ولا سطح مكتب اللي هو PC ولا في اجهزة تانية؟ طبعا احنا بدون اي مقدمات طبعا هنختار الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب. هنبدأ نضغط على الكمبيوتر المحمول، وهنا بيقول لك ادخل الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز بتاعك او السيريال او الموديل بتاع اللابتوب. فبكل بساطة انا هبدأ اضيف الموديل بتاعي اللي هو الـ HP Notebook، وطبعا 15AC163NE، ده يعني المعرف بتاع اللابتوب بتاعي او الجهاز بتاعي. فطبعا هيظهر لك هنا في البحث ما عليه غير انك انت بتضغط على تقديم او ان اسم الجهاز يظهر لك بالشكل اللي انت شايف ده، هتبدأ تضغط عليه. اول ما هتضغط عليه طبعا هنا جاب لك الاسم بتاع الجهاز بتاعك اهو، وهنا جاب لك يعني صورة مصغرة للجهاز بتاعك او اللابتوب بتاعك، وهنا بيقول لك في خطوتين مهمين لازم تعرفهم. انت حاليا شغال على اللابتوب بتاعك بويندوز ايه؟ هنا طبعا بيقول لك اختار النظام بتاعك، انا طبعا شغال على ويندوز 10 ويندوز 10، وهنا طبعا بيقول لك الاصدار 64 بت، فانا هبدأ اختار هنا 64
64 بت. بعد كده انت بتضغط على ارسال او سند لحد ما يجيب لك الواجهه اللي انت شايفها دي، انك انت ممكن تحمل برنامج يبدا يكشف عن المواصفات بتاع الجهاز بتاعك بشكل اوتوماتيك، او انك انت خلاص اتاكدت من السيريال او الموديل بتاع الجهاز بتاعك. في الحاله دي انت هتضغط على كافه برامج التشغيل. اول ما تضغط على كافه برامج التشغيل ما عليك غير انك انت اول خيار معاك اللي هو البرنامج الثابت للنظام اللي هو البايوس. اللي هو ايه البايوس؟ اول ما تضغط عليه بالشكل ده صديقي بيقول لك تحديث البايوس النظام لكمبيوتر اتش بي الدفتري معالجات انتل. بيقول لك هنا اخر تحديث بتاريخ 2019، هو اصلا نزل للبايوس ده تحديث واحد فقط بتاريخ 2019، وده الحجم اللي هو 21.8 ميجا، وده الاصدار بتاع البايوس اللي هو F.29. زي ما احنا طبعا شفنا في الفيديو لما احنا دخلنا علشان نعرف المعلومات بتاعه البايوس او التحديث بتاع البايوس نفسه، هو الاصدار ده موجود عندي، يعني انا شغال باخر اصدار للجهاز او ده ما نزلوش بايوس تاني او تحديث بايوس تاني غير مره واحده بس كانت بتاريخ 2019، وكان الاصدار بتاع البايوس بتاعي اسمه F.29، يعني ده اخر تحديث ويعني ما نزلوش اي تحديثات تانيه. فبكل بساطه انت بتبدا تحمل البايوس بتاعك، لو كان ليه تحديث هتبدا تحمله، لو ما كانش ليه تحديث خلاص الموضوع بالنسبه لك تمام ومش هتبدا تحمل اي ملفات ولا هتثبت، لان كده كده البايوس بتاعك محدث. في حاله لو كان مش محدث وفي اصدار احدث ما عليك غير انك انت بتضغط على السهم ده وتضغط على كلمه تنزيل، وهنا طبعا كل اللي عليك انك هتضغط على لا شكرا ساقوم بالتنزيل والتثبيت يدويا عشان يبدا يتحمل معاك. طبعا كل اللي عليك انك بتنتظر بعض الثواني لحد ما تلاقي طبعا التحميل بدا يتحمل معاك في البراوزر بتاعك او المتصفح. هنا بتضغط على شو اول هتلاقي طبعا بيحمل معاك بالشكل ده. بعد ما يحمل معاك يا صديقي تحديث البايوس ما عليه غير انك انت بتبدا تخليه على سطح المكتب بالشكل ده، هو ده تحديث البايوس بالنسبه لك. كل اللي انت هتعمله انك انت هتبدا تضغط عليه دبل كليك ونكست نكست نكست لحد ما يطلب منك اعاده تشغيل للابتوب بتاعك. هتضغط على اعاده تشغيل او هتضغط على اوكي عشان يبدا يعمل اعاده تشغيل، وما عليه غير انك انت بتنتظر لحد ما يخلص تحديث للبايوس بتاعك. بعد ما بيخلص تحديث بشكل اوتوماتيك يعني انت مش هتعمل اي حاجه، هيبدا يفتح الجهاز بتاعك مره تانية وخلاص كده يبقى انت حدثت البايوس بتاعك بدون اي مشاكل. دي الطريقه ودي الخطوات اللي انت تقدر من خلالها يا صديقي انك انت تحدث البايوس بتاعك لاي اجهزه اتش بي او اي لابتوبات اتش بي بكل بساطه من خلال الموقع الرسمي او سبورت الموقع الرسمي ل اتش بي. اتمنى اصدقائي ان انا اكون ما قصرتش معاكم في المعلومه من خلال الفيديو، اتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعموا تشجيع لينا واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات ومستني رايكم في الفيديو من خلال التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.